يتصاعد الضغط على أوروبا مع استمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين، وتوقعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبور 400 ألف شخص البحر المتوسط بحثا عن المأوى في أوروبا هذا العام، وأن يرتفع العدد إلى 450 ألفا أو أكثر العام المقبل. وعند بوابة أوروبا الشرقية في اليونان اندلعت مواجهة جديدة بين الشرطة والوافدين في جزيرة ليزفوس استعملت فيها قوات الأمن الهراوات، وحاول قرابة 6000 شخص الصعود على متن عبارة لا تتسع إلا ل2500 شخص. ويوجد في الجزيرة 20 ألف لاجئ ومهاجر حسب المفوضية السامية للاجئين.